هلا من جمال الى جمال ومن طبعا. تراث الى تراث رح نرجع الى عجلون مع زميلنا محمد دقدام من جديد. صباح الخير محمد. صباح الخير لانا، صباح الخير كاثي، صباح الخير مشاهدي شاشة التلفزيون الأردني وبرنامج يوم جديد. نتواجد في مركز شابات عجلون، حيث هذا المركز معروف أنه يعد دائما بين النشاطات. حتى في فترة جائحة كورونا كان له العديد من النشاطات عبر التطبيقات الإلكترونية وتطبيق زوم، وهناك كان هناك بعض البرامج الوجاهية ضمن البروتوكول الصحي المعمول به حاليا. لكن هناك مناسبة وطنية هذا اليوم سيحتفل فيها هذا المركز، وهو عرض أوبريت الأصايل، وهو أوبريت وطني تنفذه منتسبات لمركز أو عضوات لمركز شابات عجلون، هذا بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الثقافة وبإشراف مباشر من مركز شابات عجلون. نستضيف الآنسة سهير القضاء رئيسة مركز شابات عجلون للحديث عن هذا النشاط اليوم واللي عن أبرز النشاطات وبرامج مركز شابات عجلون. صباح الخير. يسعد صباحك أبو هيثم، وصباح كل اللي بيشاهدونا على شاشة التلفزيون الأردني، وصباح جلالة الملك، وصباح الوطن الجميل. بدنا تحدينا بداية عن نشاط كل يوم، يعني أبرز ما سيتم خلال الاحتفالية. أستاذ أبو هيثم الله يعطيك الألف عافية. إحنا طبعا بهذه المناسبات العزيزة اللي بيمر فيها الأردن، مئوية تأسيس الدولة الأردنية ومرور 75 عام على استقلال مملكتنا الحبيبة، أكيد وزارة الشباب حريصة على تواجد الشباب بكل المحافل، ولكن ما يميز يمكن مركز شابات عجلون هو وجود فرقة وطنية غير محتكرة لوزارة الشباب تنفذ هذا العمل اليوم بتنسيق من ودعم من وزارة الثقافة، ولكن التنفيذ لفرقة مركز شابات عجلون الوطنية، أوبريت وطني من شعر وإعداد الشاعر حسين غرايبة، شاعر الوطن الكبير اللي بنشاهد له كل يوم أعمال على التلفزيون الأردني، أوبريت الأصايل اللي بيتضمن العديد من الفقرات سواء كان بالشعر الوطني أو بالأغاني الوطنية، وبإمكانكم تشاهدوا جزء منه. بالطبع يعني هذا اليوم راح يتم عرض، يعني راح يتم عرض الأوبريت أو الاحتفالية عبر يعني مباشرة عبر الشاشة بدون ما يكون هناك فرقة. بالضبط أبو هيثم، إحنا نظرا لجائحة كورونا قدرت وزارة الشباب إنها تحط خطة بديلة لأنه يكون اللقاءات سواء وجاهية أو الفرقة وجاهية، بالرغم من إنه يمكن عرض هذا الفيديو وجاهي ويمكن عرضه عبر شاشات التلفزيون وقناة يوتيوب والمواقع التواصل الاجتماعي. حدثينا عن هذه الفرقة، متى كيف تأسست، قديش العدد اللي بتضم وكيف تتلقى الدعم؟ أبو هيثم أعتقد إنه فرقة مركز شابات عجلون من عام 80 سبقوني زميلاتي بتأسيس هذه الفرقة، وما زالت هذه الفرقة تحافظ على هيكلها بأنها تكون فرقة بتقدم بكل المحافل. تشرفت هذه الفرقة بأن قدمت لجلالة الملك 3 عروض على مسرح الثقافة الملكي، كانت أول يمكن شعار كان أطلق الأردن أولا، قدمت أوبريت بمشاركة 70 فتاة. اليوم هذه الفرقة كانت بتضم تقريبا 25 شاب وفتاة، قدرنا ندخل الشباب مع الصبايا لأنه الحدث مئوية الدولة، أعتقد كانت يعني مواقف الأردنيين الرجال البارز الأكثر بهذا الأوبريت وبالأوبريت الثاني كمان اللي لما مركز شابات عجلون حكاية وطن، قدرن الصبايا والشاعر حسين غرايبة يجسدوا قصة وطن كامل بمئة عام من خلال الكلمات والتغني بالوطن. الآن يوم غد يعني بداية حزيران وبداية فتح معظم القطاعات بشكل تدريجي، حدثينا عن استعدادات مركز شابات عجلون كبقية المراكز في المحافظة لهذه الخطة. بصراحة احنا عطوفت اخوي ابو هيثم مننتظر قرار من وزارة الشباب بإذن الله بفتح المراكز الشبابية، ومنتمنى انها ان شاء الله رب العالمين المعسكرات في هذا العام ترجع لألقها بالأعمال التطوعية والبرامج وزيارة المحافظات وتبادل الخبرات مع الشباب من مختلف أنحاء المملكة. فاللي منتمنى ان شاء الله تفتح القطاعات، جائحة كورونا ان شاء الله بتنتهي وشبابنا بيرجعوا زي ما بقولها إلى عرينهم اللي هي المراكز الشبابية، وهم يعني بكل همة وعطاء لهذا الوطن. يعني أنتم جاهزين؟
احنا تقريبا ابو هيثم اكيد جاهزين دائما سواء على تطبيق زوم، كنا السنه الماضيه من انجح المعسكرات، ولكن السنه ان شاء الله كلنا استعداد بانه اذا رجع العمل وجاهي اكيد انه معسكراتنا ومراكزنا قادره على انه فتح ابوابها للشباب. طيب احنا يعني كل فتره بنيجي لعندك بنلاحظ انه في هناك تحديثات، لكن المره هاي في تحديثات كبرى مبين يعني، فياريت تعطينا ابرز ما تم تحديثه في هذه القاعة وفي مركز شابات عجلون تحديدا. أستاذ أبو هيثم، هذه القاعة ما يميزها بصراحة هي شراكتنا مع منظمة عزم الشباب برنامج. هلا كان مجموعة ست صبايا طلعوا بفكرة إنه شو رأيكم نعمل قاعة جديدة لمركز الشابات، وهذه التنمية المستدامة المرجوة من برامجنا، ما بدنا فقط محاضرات وإلى آخره، ولكن اليوم قدرنا الصبايا وقدر مركز شابات عجلون إنه يحقق الحلم اللي حلمه. حصلنا على منحة تقريبا فقط 2000 دينار، ولكن في تعاون وزارة الشباب معنا واللا مركزية الداعم الأكبر الأستاذ عمر المومني اللي قدر كمان يجيب لنا الدعم لهي القاعة وتشوفها بهذا الألق الجميل. احنا حاولنا نخليها للمناسبات الوطنية، يمكن بتلاحظ أبو هيثم العدد من عديد من الرسومات كلها من شغل الصبايا. هذا هو الولاء والانتماء، انك انت عن جد قادر تغرز بالشباب حب الولاء والانتماء للوطن حتى من خلال ريشة فنان أو كلمة شاعر. الله يعطيك العافية، وإحنا يعني إن شاء الله راح نحضر العرض الأوبريت الساعة 12 بعد الظهر قبل الظهر، وسنعود لزملائنا في برنامج يوم جديد لانا وكاثي لاستكمال باقي فقرات البرنامج، وسنكون بعد حوالي نصف ساعة من الآن مع فقرة أخرى من داخل مركز شابات عجلون.